السلام عليكم أعزائي الطلاب استكمالا لما سبق هنتكلم على الاختبار الثالث واختبار النسبة لو معانا متسلسلة السمشن اي ان متسلسلة موجبة الحدود بنحسب النهاية دي نهاية ان تقول لما نهاية اي ان زائد واحد على الاي ان وطلعت النهاية موجودة يساوي ال إذا كانت إلا أقل من الواحد قيمة الإل أقل من الواحد فإن المتسلسلة المتسلسلة تقاربية إذا كانت قيمة ال أكبر من الواحد فإن المتسلسلة تباعدية إذا كانت تساوي واحد هنشوف اختبار آخر أو اختبار بديل شوف مثال بالشكل ده الـ هنا عندي بكام الـ يساوي تلاتة أس إن على مضروب إن يبقى الـ زائد واحد يساوي تلاتة أس إن زائد واحد على مضروب ان زائد واحد هنقسم اي ان زائد واحد على اي ان معناها هيبقى ايه الحد ده اهو على الحد ده طيب اللي هو مضروب ان زائد واحد ده عباره يساوي ايه ان زائد واحد مضروب ال ان طيب تلاته اس ان زائد واحد اللي هو يساوي تلاته في تلاته اس ان عشان كده دي هتضيع دي هتضيع مع مع ده اهي ان هيضيع مضوب ان ده هيضيع مع المضوب ان اللي ان اللي هنا يفضل 3 على ان زائد 1 لما ان تقول لما لا نهايه ده يساوي صفر اقل من الواحد اذا المتسلسله تقاربيه طب نشوف المثال ده نفس الكلام ال ان يساوي ان اس ان على مضروب ان الاي ان زائد واحد يساوي ان زائد واحد هنا ان زائد واحد على مضروب ان زائد واحد لما نقسم وبعد كده النهايه يساوي ده طيب احنا قلنا ده اللي هو ده ايه اللي هو مضروب ان زائد واحد في مضروب ان يعني معناها ده مع ده صح هنا وده إن زائد ده إن زائد واحد في كام؟ في إن زائد واحد الكل الس إن، يبقى ده هيدعم يفضل إيه؟ إن زائد واحد الكل الس إن على إن والس إن، يبقى تبقى بالشكل ده، نهاية ده اللي هو يساوي الاي وإي أكبر من الواحد، إذا المتسلسلة تباعدية، بعد كده هنتكلم على اختبار الجذر النوني، اختبار الجزر النوني اختبار الجزر النوني لنفس المتسلسلة إي إن موجبة الحدود بناخد إحنا لو بناخد نهاية الجذر النوني للحد إي إن لو كان يساوي ال, إل ال ده أقل من الواحد يبقى تقاربية أكبر من الواحد تباعديه يساوي واحد يبقى الإختبار يفشل أو نشوف إختبار آخر نشوف مثال عايزين ندرس تقارب المتسلسلة دي بإستخدام الجذر النوني إحنا عندنا نفس الكلام الإي إن بكام الإي إن هي الـ إي إن اللي هو ده، لما ناخد الجذر النوني أهو يبقى نهاية الجذر النوني، يبقى أكنه واحد على إن، المقام هيبقى بإن، ده أكنه كام؟ اتنين أس تلاتة إن في اتنين، يبقى لما ناخد الجذر النوني يبقى اتنين أس تلاتة الإن هتضيع مع الإن، يفضل إيه؟ واحد على إن في الواحدة بده، لما إن تقول لي ما لا نهاية، يبقى ده. هيقول لي ده, ده بصفة خلاص زي وده قيمة عددية على ما لا نهاية صفر أقل من الواحد يبقى المتسلسلة تقاربية المتسلسلات تبادلية الإشارة أو متناوبة الإشارة تكتب على هذه الصورة حيث أن الإي إن قيمة موجبة هذه المتسلسلة تكون تقاربية إذا تحقق الشرط كي أكبر من أو يساوي كي زائد واحد أكبر من الصفر بمعنى أن المتسلسلة تناقصية أيضا إذا كان نهاية ال ان لما الـ ان تقول لما لا يساوي صفر نشوف مثال بين فيما إذا كانت المتسلسلات الآتية تقاربية أم تباعدية هنا ال ان يساوي 2 ان على 4 ان تربيع ناقص 3 هنعرف الـ اكس يساوي 2 اكس على 4 اكس تربيع ناقص 3 الشرط الاول هل هذه المتسلسله تناقصيه نجيب مشتقه الاف اوف اكس طلعت اقل من الصفر الشرط الثاني نجيب ليميت لما الان ان الى ما لا نهايه للاي ان يساوي ليميت ان تقول الى ما لا نهايه 2 ان على 4 ان تربيع ناقص 3 ده يدينا ما لا نهايه على ما لا نهايه باستخدام قاعدة لوبيتال نشتق البسط والمقام يساوي ليميت لما الـ إن تقول لما لا نهاية اتنين على تمانية إن ده يساوي صفر، إذا المتسلسلة تقاربية. شوف مثال تاني هنا الـ إن بالشكل ده نهاية الـ إن ده البسط والمقام نفس القوة، إذا النهاية يساوي نص لا يساوي الصفر إذا المتسلسلة تباعدية تسمى المتسلسلة ايه إن تقاربية. تقارب مطلقا اذا كانت هذه المتسلسله تقاربيه مثال اثبت ان هذه المتسلسله مطلقه التقارب دي طبعا متسلسله متناوبه نجيب المتسلسله اا آه متسلسله القيم المطلقه تبقى بالشكل ده طبعا هنا يساوي اتنين اكبر من الواحد اذا هذه المتسلسله تكون تقاربيه إذا المسلسل الأصلية مطلقة التقارب بين أن المتسلسلة المتناوبة دي متقاربة وليست مطلقة التقارب تعال نشوف آه F الإف إكس هنا يساوي واحد على الـ X يؤدي إلى الإف داش إكس يساوي ناقص واحد على X تغذية أقل من الصفر الشرط الأول تحقق ليمت ال لما ال ان تقول إلى ما لا نهاية يساوي limit لما ال ان تقول إلى ما لا نهاية واحد على ال ان يساوي صفر إذن هذه المتسلسلة متناوبة تقاربية طب لما نشوف المتسلسلة القيم المطلقة لا نتكلم على المتسلسلة دي هذه المتسلسلة ال b يساوي واحد تباعديه دي إذا ليست مطلقة التقارب تسمى المتسلسلة e^n دي مشروطة التقارب اذا كان اذا كانت المتسلسلة نفسها تقاربية ومتسلسلة القيمة المطلقة تباعدية مثال ادرس تقارب هذه المتسلسلة لما ناخد القيمة المطلقة هتبقى كأن واحد على اتنين نصين. طبعا دي هندسية والآ يساوي نص أقل من الواحد إذن فيها تقاربية إذن هي تقارب وبالتالي المتسلسلة المعطاء مطلقة التقارب إذن المتسلسلة تقاربية هنتكلم على اختبار اسمه اختبار التقارب المطلق لو معنا المتسلسلة السمشن اي ان ناخد القيمة المطلقة القيمة المطلقة اي ان زائد واحد على الاي ان وناخد ال ان تقول لما يساوي ال اذا كان ال اقل من الواحد يبقى مطلقة التخاض اكبر من الواحد يبقى متابعة يساوي واحد نشوف اختبار اخر نشوف مثال هنا لما ناخد القيمة المطلقة يبقى ده هيتلغي يبقى الاي ان يساوي ان تربيع زائد اربعة على اتنين وسين ناخد الاي ان زائد واحد ونقسم اهو وناخد النهاية طبعا لما نقسم نقلب ايه نقلب الحد ده خلاص عشان كده بيه اتنين ان على اني طبيعي زيادة اربعة ده ده اكنه ايه ده ايه اكنه اتنين في اتنين يبقى اتنين وس هتضيع مع دي يعني معناها ده هيضيع مع ده ده من قوة اتنين وده من قوة اتنين وفي اتنين مضروبة فيه اذا النهاية ونص اقل من الواحد اذا مطلقة التقاعد